المانيا الاخت ندى السيد يوسف هاشم السيد احمد رفاعي الشاعره درست بالمانيا. قول لنا جمعه مباركه بالالماني شنو؟ لا هذه ما عندهم. عنده قول جمعه مباركه بالالماني. ما فغاي تاك جود. يا فغاي تاك جود. فغاي تاك. هلا هلا بالعود الحجي. جود. ما شاء الله. جروس جود. ما شاء الله فناننا ناصر النبهان والاستاذ الله الله لا تطيح دير بالك واسمك الكريم محمد الخشتي اي والله والدته المانيه انت الالمانيه تعلمتها من الحجيه فرشستان الله وشعب هتلر شعب جبار هذا هذا الشعب العملي يابو المرسيدس ويابو المصانع اي والله والاودي وال انت ما شاء الله بعد الوالده المانيه لا هذا لا والنعم فيكم لا والنعم والله اي والله بركه في امه اي والله الله يرحمها الله يرحمها شنو سويتوا لها اثر حلو والله سبيل الله كله سبيل وغير اللي بافريقيا الحمد لله بالمانيا اتركوا لها اثر قال الوالد السيد يوسف الرفاعي يقول كل واحد ببلده اتركوا لها اثر سووا لها دار ايتام سووا لها عشان بالمانيا يكون اثرها هذا ان شاء الله اي والله الوالد هذا اسوي محمد الوالد سيد يوسف هاشم رفع الوزير هو النائب سيد يوسف لا مو سيد يوسف هاشم هاشم السيد الوالد الوزير اللي منع الخمره في الستينات في مجلس الامه يمكن يدي هاشم او واحد ثاني من الهواشم هاشم السيد المحامي هاشم السيد احمد الرفاعي ابوه الله يرحمه احمد سي عبد العزيز الرفاعي من الحرس الوطني اللي مكانه الحين هاشم سي عبد العزيز لا حياهم الله الحمد لله الحمد لله منو تتذكر من العتج اللي بنقرا انجليزي ولا عربي عتج النقرة عتج النقرة منو تتذكر منهم والله اللي اتذكر منهم لاش بعد مو هذا صق ابي جاسم وعيال الكهف والرقم الرقم بالقادسيه الله ايه والدهيمه بالقادسيه يبهم بس بيناتنا احنا شارع الله والعون الله جاسم العون وعيسى وسام